حلقه مع الخاسر. ايه السيارات البعدة صهيب السيارات السيارات بعدة بعدة حول عن بعدة ها على 25 خذ هذا كله خذ وضعك نفسك خذ هذا دقيقة عندي بس دقيقة هسه اعطيك حليب لا حليب ما خل واحد 30 كيلو 30 كيلو معجون اليوم كنا بصحبة المشايخ في المجمع الفقهي العراقي بإيصال وجبات سريعة إلى أهلنا النازحين في حمام العليل هذه الحملة حقيقة تأتي من خلال النداءات للمجمع الفقهي لأهالي محافظة نينوى لجمع التبرعات وإيصال هذه المساعدات أيضا سيكون لنا جولة معهم في نقاط الاستقبال الأولى في سلطة العقرب من أجل إعطائهم وجبات سريعة كون اليوم حقيقة النازحين الذين خرجوا يعانون من مشاكل كثيرة جدا سنكون سوية معهم في سبيل تخفيف حجم المعاناة الذين يعانونها في هذه اليوم في مخيم حمام العليل استقبال نازحين في الساحل الأيمن وهناك مساعدات قام بتقديمها المجمع الفقهي العراقي للنازحين من المواد الغذائية ومياه الشرب ونحن بدورنا نحث كافة المنظمات المحلية والدولية وكذلك الحكومة المحلية على تقديم المساعدات في ظل هذه الأزمة وهذا النزوح الكبير نتيجة العمليات العسكرية في الساحل الأيمن المجمع الفقهي العراقي اليوم بفضل الله تعالى قام بإغاثة أعتبرها جيدة وعظيمة للنازحين من أهالي الساحل الأيمن من الموصل هم في حالة يرثى لها من الجوع والعطش والبرد ولذلك كانت إغاثة مواد غذائية ومياه شرب في هذه المناسبة أدعو الأغنياء من محافظة نينوى والموصل خصوصا وعامة الأغنياء جميعا الوقوف إلى جانب أهلي في هذه الساعة الخطيرة والعصيبة وإذا لم يقفوا اليوم فأين سيقفوا الله سبحانه وتعالى يطالبهم بأن يقفوا إلى جانب أهلهم عليهم بالتبرعات والمنظمات العالمية والداخلية والحكومة المحلية والاتحادية عليهم أن يبذلوا كل الجهد الممكن لإنقاذ هؤلاء من الحالة التي يعانون منها.